The High Representative for Disarmament Affairs and the head of the United Nations mission. الأمم المتحدة تعلن إرسال فريق التحقيق بخصوص مزاعم استخدام السلاح الكيماوي إلى دمشق الأسبوع المقبل. وحدات من جيشنا الباسل تواصل تطهير الأرض السورية من دنس الإرهاب. I've made it clear in my statements and in all of the meetings I've had that I... في مصر أشتون تطالب بإطلاق سراح مرسي والإخوان مستمرون في تصعيدهم.